ورجعنا لكم وحديثنا الآن عن العلاج بالفن. كيف ممكن يكون العلاج بالفن؟ ودائما نسمع أن الطفل يقوم بالتعبير والتواصل الغير لفظي بعدة أشكال يعكس فيها عن مشاعره الحقيقية تجاه نفسه وحتى تجاه الآخرين، ويعتبر الرسم وسيلة لفهم العوامل النفسية للأطفال. كيف وشلون وش الآلية؟ هذا اللي حنعرفه من خلال ضيفتنا في الاستوديو أمل الفهد، وهي أخصائي أول للعلاج بالفن. هلا وسهلا فيكي. حياك الله. يا هلا فيك عزيزتي. يعني كيف ممكن يكون الرسم؟ دائما نسمع أنه الرسم ممكن يفضفض في الطفل ويطلع كل مشاعره، سواء مشاعر حزينة مشاعر سعيدة بالرسم. كيف ممكن يكون ذا الشيء؟ أول حاجة احنا لازم نتفق عليها في العلاج بالفن، أن الفن بالنسبة للطفل لغة مش فن. حلو. عرفتي؟ احنا بالنسبه لنا كاشخاص كبار احنا نعتبره فن. حلو. ونبدع فيه. واشخاص يقولون لا احنا هذا مو هوايتنا. لكن بالنسبه للاطفال هو لغه ومرحله. حلو. عمريه. حلو. لازم كل طفل يتدرج فيها من انواع الشخبطات. يعني الشخبطه احنا نقول للاشخاص المش متخصصين نقول لك شخبطه، ولكن هي عندها مقسمه، شخبطه طوليه عرضيه دائريه ترميز، ويبدا يدخل في هذه الاشياء. فبالنسبه للطفل الرسم هو زي ما تقولي اللغه، يعبر فيها. فلذلك نلاقي حتى الرموز في الرسم هي يعني رموز زي ما تقولين دولية. ما لا دخل أنت كطفل في بيئة معينة وهذاك الطفل بدولة ثانية، في الغالب يشتركون دائما في نفس الرموز لأنها بالنسبة لهم لغة وليست فن. بتكون رموز يعني من رسمات معينة بتضح أنه هذا الطفل حزين، بتضح أنه هذا عايش في بيئة سعيدة، بتضح أنه هو يحتاج شيء معين، كله بيبين هذا بالرسم. فعلا هو بيبين هذه الاشياء، والاهم نظره الطفل لهذه الحياه. عرفتي؟ احيانا الاهل يتوقعون انه سووا الشيء الصحيح وفي البيئه الاجتماعيه تبعهم انه هذا مقبول اجتماعيا، ولكن لما نجي نشوف الطفل ينظر مثلا لهذا الشيء مثلا بحب كبير، او قد ينظر لهذا الشيء انه منتهى الظلم والعدوان. فايضا نظره الطفل تهمنا بغض النظر عن صح او خطا للموضوع. حلو. انت هنا جايبه عده رسومات، يعني بصراحة خلينا لو تستعرضيها. طيب. لنا هذه الرسومات. الأطفال اللي قاعدين يرسموا دي الرسومات، إيش اللي بيأثر أكثر؟ هل الرسمة نفسها ولا اللون ولا استخدام إيش؟ يعني إيش الرموز حقتهم؟ بالعادة الألوان إحنا ما نعتمد عليها. ما الألوان أبداً. هي زي ما نقول قاموسك الشخصي. أنا ممكن بالنسبة لي الأزرق يعني لوني المفضل واللي ذكرني بذكريات جميلة، بس بالنسبة لك أنت ارتبط بموقف سيء، فتكونين بالنسبة لك اللون الأزرق هذا يعني ذكرى سيئة. أيوة. فلذلك لكل شخص قاموسه الخاص في الألوان. حلو. أجل على إيش تعتمدوا؟ إحنا بنعتمد على الرموز الرسم، وطبعا عشان تفسر الرسومات في الغالب لها يعني زي ما تقولين قوانين كثيرة. لكن مستخلص هذه يعني التفسير في عندنا، يعني بقول لك قديش تبين الإسقاطات في الرسم. هذا الطفل تقريبا عمره 12 سنة زارني لأول مرة ورسم هذه الرسمة. طبعا أنا طلبت منه أنه يرسم حاجة يحبها، حديقة، يعني شيء مفضل بالنسبة له. فرسم لي هذه الرسمة. الطفل يعني لسه الوالدين منفصلين، لسه دوبهم منفصلين يعني لها سنة. أيوة. بس الأم كانت تقول لي أنه الطفل يعني وهي تحكي لي عن حالة الطفل أنه أبدا في عمره ما قد اشتكى من الانفصال أو أنه متأثر من الانفصال، مجرد أن سبب زيارتها لعندنا أنه الطفل عدواني ويضرب. عدواني ويضرب الطفل. أيوة. ولكن هي عمرها ما قالت أنه تأذى من، بالعكس هو كان لأن الولد شوية يعنف فهو كان. حلو. مرتاح لفكرة أنه الانفصال. تمام. قمتي أنت خليتي يرسم عشان تبدأي معه عملية العلاج. بالضبط. فلما رسم لي يعني أتوقع أنه مرة الرسمة معبرة بشكل كبير. رسم لي جبل لو أنتم شايفين كأنه مقطوع من النصف. أيوة. كانوا شخصين يعني منقطعين. بالضبط. والجبل يعني هو رمز التماسك ورمز رمز التماسك. أيوة. ورمز كدا. الوحدة. أيوة. فلما يقسمه من النصف يعني لك أن تتخيل يعني مستوى المشاعر اللي هو حاسس فيها أنه مقسوم من النصف. أيوة. الجبل الراسخ اللي عنده مقسوم من النصف ومحاول يعبيها بلون. يعني لو أنت شايفة السماء مو حريص أنه يلونها، بينما هنا هو جالس يعبي هذا الفراغ. إيش معناته أنه هو عبى هذا الفراغ؟ هو يحاول أنه يعني يملأ هذا الفراغ اللي حدث بسبب الانفصال. ولكن فعلياً هو غير ممتلئ، هو. أيوة. لا زال هذا فراغ بالنسبه له. حلو. وطبعا رسم الشجرتين الشجار هنا اللي هي الاب تحت. أيوة. والام، ولو لاحظتي واحده من الاشجار متفرعه والشجره الثانيه لا، اللي هي ترمز للام وتفرع الاولاد. أيوة. اللي انتقلوا معها بعكس الاب اللي هو كان شجره ولكن الوحدة. قديش رسمته هذه دقيقه، بس هو مو حاسس انه هو أبداً قاعد يرسم بدقه. يعني الحلو انه ابدا الاطفال ما يستخدمون حيلهم الدفاعيه. فهو رسمها بهذه الطريقه. اللي صار في الجلسة انه
بس كنت اتحدث مع الطفل والام تسمع، هي ما كانت متوقعه يعني الابن حاس بمشكله الانفصال لهالدرجه. في الحديث معاه ما كان في اي حزن، ما كان في اي علامات اسى عليه انه هو متضايق؟ لا، قال كلمه وهي كانت يعني زي مفتاح الحل بالنسبه لي والام. ايوه، على طول لما سالته ايش اللي صاير بينك وبين والدك ووالدتك، فجأة قلت انه ما يبغى يقول كلمه الطلاق او الانفصال، يلف ويدور. بعدين قالها، لما قالها قال على طول بعدها احنا مو السبب، احنا الاولاد مو السبب. فقلت للام انه لا يزالون الاطفال دائما يحسون انهم هم السبب في انفصال الوالدين، هم المسؤولين عن يعني سير الحياه الاسريه، ويحملون نفسهم الذنب حتى لو ما كان لهم دخل. اي، فقام قال لك احنا مو السبب على طول، هو بدون ما اساله هو قال احنا مو السبب الطلاق. حلو، طب انت كيف الحين بالفن هذا عالجتي هذا الطفل؟ حلو، من هذه الجلسه احنا يعني بنشتغل 50-50 بالنسبة للعلاج مع الطفل والإرشاد الأسري مع الأهل. فلما هذا الموقف حدث طلبت من الأم أنها يعني تعطي الطفل حنان أكثر، أنها توضح له سبب الانفصال بشكل حقيقي. ما ينفع احنا يعني نترك اسئله مغلقه ومبهمه بالنسبه للاطفال، لان الطفل هذا جيل ذكي جدا. انا حكمل معاك ونتكلم شويه امل عن الحاله اللي كنت قاعده تحكي عنها، وكيف العلاج، الاليه العلاج اللي ماشيه عليها حتى تخلي الطفل يتخلص من السلوك العدواني. ايش سويتي؟ اول حاجه لازم نفهم ايش سبب هذا السلوك العدواني. المشكلة مش السلوك بحد ذاته، المشكلة هي ايش سبب هذا السلوك؟ ليش هو صاير عدواني؟ لما نحل السبب تنحل النتيجة. أيوة. فكان السبب انه عدة اسباب اجتمعت مع بعض. اول حاجة انه احساسه بالحاجة العاطفية والاضطراب لما الام والاب ينفصلون والاستقرار الاسري في العائلة. الجانب الثاني اللي هو يعني الطفل لما جاوبنا على اسئلته هذه وكمان اشبعناه عاطفيا، يعني هو كانت عنده اسئله مفتوحه ما هو فاهمها، وكمان عنده فراغ عاطفي. لما الام اشبعت الجانب العاطفي عنده وقامت جاوبت على اسئلته المبهمه هذه، ليش انفصلتوا وكيف انفصلتوا، فهو بدا انخفض عنده السلوك تماما. حلو، يعني من كلامك احنا ما نقدر نخبي الحين على اطفالنا شيء يا جماعه الخير. يعني فعلا جيل ذكي، جيل واعي. زمان اول كانوا اهالينا ما يقولوا لنا شيء، يعني اسكت وانطم وما لك شغل في شيء، صح ولا لا؟ الحين لا، تغير الوضع، صار انه لازم الطفل يعرف، لازم نقنعه احنا بطريقتنا انه ليش هذا حصل الانفصال، في حالات الانفصال لا قدر الله، ايش سبب هذا غير الانفصال، حالات اخرى، ايش السبب وليش والتفاصيل حتى يتخلص من السلوك اللي داخله. هنتكلم عن حالة أخرى أيضا، حالة أخرى اللي هي طفلة سعودية انتصرت على متلازمة داون بالرسم. عائشة باعقيل هي لم يتجاوز عمرها 12 سنة، تحدت مرضها وتجاوزت آلامها النفسية والاجتماعية وتخلصت من جدار الصمت وقررت تتخلي الرسم والتلوين وسيلة للتواصل مع الآخرين. هنحكي عن حالتها الآن مع أختها اللي هي معنا عبر الهاتف، آلاء باعقيل. أهلا وسهلا فيك آلاء. اهلا فيكم، حياك الله. حياكم معنا. الله يحييك يا رب. ودي شوي نتكلم عن حالة اختك، كيف كانت حالتها وكيف تم علاجها بالفن حتى تخلصت من المتلازمة داون؟ والله اختي زي ما ذكرتي هي عندها متلازمة داون. الحمد لله احنا بدينا نهتم فيها من عمر صغير، من يوم ما عرفنا ان الموضوع، يعني من يوم ما بدأنا نستقبلها. من كم كان عمرها وقتها؟ هلا، كم كان عمرها وقتها يوم اكتشفتوا انه معها داون، متلازمة داون؟ لا، من قبل لا تولد امي، ما احفظها ان شاء الله. اوكي. من قبل لا تولد احنا عارفين ان يعني في اخر الشهور عرفنا انه الطفله حتكون متلازمة داون. طيب، كان الموضوع يعني مبهم بالنسبه لنا، خصوصا يعني قبل 12 سنه ما كان في ذاك الخبر الشائع عن الإعاقات عموما وعن متلازمة داون خصوصا. لكننا تقبلنا الموضوع الحمد لله ورضينا بقضاء الله وقدره، وفعلا كانت يعني شمس في حياتنا الحمد لله وسعادة. بعدين لما دخلت عمر 3 سنين دخلنا المراكز، الأنشطة العامة ما أخفيناها، بالعكس أظهرناها بكل فخر وحب. حلو. وتقريبا قبل 4 سنين كذا لاحظنا فيها عندها هذه مهارة الرسم. هي يعني لما الواحد يتكلم عن الرسم يعني هو مو شيء مرة عظيم يعني، لكن بالنسبة مقارنة ب
حالتها، يعني نعتبر أن رسمها جيد نوعا ما. تحب الرسوم التعبيرية الكاركترية يعني، هذا شيء غريب سبحان الله. طب وش سويتوا يوم صار عندها هذه الموهبة والرسم وكذا، إيش اللي كيف حاولتوا تعالجوها بالرسم؟ عززنا هذا الشيء بشكل كبير، بحيث أنه يعني إن استمرارية وجود اللوحات في البيت، الألوان المائية، الألوان الخشبية، السحرية، كل شيء. وبعدها فترة صار عندنا فرصة إنه نطلعها للمجتمع أكثر، بحيث إنه نظمت جمعية جسد تطوعية في الدمام حفل لليوم الوطني. فسألوا هل في أحد يبغى يشارك، فإحنا على طول بادرنا الحمد لله وخليناها تشارك برسمة عن السعودية. ممتاز. فكان هذا باب إنه دافع نخلي العالم يعرف إنه لا تخجلون من هذه الفئة. صح. وبالعكس عززوها ويعني اهتموا فيها أكثر. حتبدع. طيب كيف على أختك، هل يعني ساعدها الفن والرسم إنه تتجاوز كثير من الاضطرابات اللي تكون متلازمة داون ولا إيش؟ والله كان في أثر، يعني ما نخفي هذا الموضوع. وأكثر أثر ممكن إنه ينفس عن المشاعر اللي تحس فيها. يعني متلازمة داون معروف عنهم إنه أحيانا عندهم عناد، عندهم عصبية، فمو الكل صارت تتنفس بالرسم يعني. جميل. يعطيك العافية، شكرا لك يا آلاء، أكيد نوجه لك تحية أنت والأهل كلهم أنكم ركزتوا عليها، حاولتوا تخلصوها من الحالة اللي هي فيها، وهذا مثال يحتذى به لكل الأسر. شكرا لك على مداخلتك. شكرا لك. نرجع لك أستاذ أمل، يعني فعلا مهم جدا مثل هذه الحالة اللي سمعناها والحالة اللي طرحتيها علينا، وفي معك أيضا العديد من الرسومات كمان فيها حالات. مهم جدا أنه يعني الفن كيف ممكن يساعد الأهالي في التخلص من الحالات اللي بتواجه الأبناء. كلمة أخيرة بتوجيها للأمهات وللأسر بشكل عام، إيش بتقولي لهم؟ أنا أحب أقول لهم أن يهتمون برسم الطفل، لأنها مب شخبطة على ورق أو نوع من التخريب زي ما نقول البيت. هي رسائل يوجهها لكم، بس مجرد اسمعوا، تحاوروا معه، هذا كافي بالنسبة للطفل. جميل. تحاوروا يلحقوهم بمراكز ولا عادي إذا رسموا بالبيت أوكي؟ المهم إنك تتحاور معه عن الشيء اللي يرسمه، يعني ممتاز. هو راح يقول لك كل حاجة هو يبغى يقولها. حلو، ويفرغ، وهالتفريغ هذا يتخلص من مشكلته. شكرا لك يا أمل فهد، أخصائي وبعلاج الفن، على وجودك معنا. يعطيك العافية. شكرا لك.